السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ أنا دي تعتبر آخر حلقة أو الجزء الأخير في الفصل الثالث. أنا طبعاً عايز أستمر معاكم على طول والله، ولكن دي آخر حلقة إن شاء الله في المنهج، وده هنتكلم فيها عن الثدييات. والثدييات هنلاقي إن فيها هنقسمها في الأول إلى ثلاث مجموعات. طبعاً هنذكر في الأول خصائص الثدييات، يعني بتتميز بإيه الثدييات عن بقية الحيوانات اللي قلناها قبل كده. هنتكلم عن ثلاث طوائفات من طوائف الثدييات. اول طوائفه بنسميها طوائف الثدييات الاوليه. الثدييات الاوليه تحمل بعض الصفات من الثدييات وبعض الصفات من الطائفه اللي قبلها اللي هي طائفه الايه؟ الطيور. فهنعرف برضه امثله عليها ونشوف ايه خصائصها، وهناخد بعد كده الطائفه الثانيه اللي هي طائفه الثدييات الكيسيه او بيسموها بعض الكتب الجرابيه. مثال مثلا الكنجارو او حيوان الكنجارو، ده هنلاقي ان فيه كيس هنا في اسفل منطقه او في اسفل منطقه البطن، وهنعرف ايه سبب وجود الكيس ده. والمجموعه الاخيره والاخيره والارقى اللي هي طوائفه الثدييات الحقيقيه او المشيميه، ودي بتشمل بقى مجموعه كبيره من الرتب. يبقى احنا وصلنا في النهايه الى مجموعه من الرتب، دي اقل حاجه ممكن ناخدها او ادنى حاجه ممكن ناخدها في المراتب التصنيفيه، وهنشوف الكلام ده كله من خلال الحلقه ان شاء الله. الثدييات الجسم بيتكون من ايه؟ من اربع مناطق: واحد الراس، اثنين العنق، ثلاثه الصدر، اربعه البطن. دي برضو ايه يعني تختلف برضو من ثدييات لاخرى، لكن ده ايه التقسيم العام ليها. طب هنلاقي ان هي الجسم نفسه، قلنا ان محاط بجلد مغطى بالشعر، ولاحظ ان احنا ركزنا على الجلد ابتداء منين؟ من الاسماك. كنا بنقول الجلد مغطى بقشور سنيه او قشور دائريه، بعد كده قلنا الجلد في البرمائيات كان ايه؟ كان رطب واملس، وبعد كده الجلد في الزواحف كان جاف وعليه حراشيف، وبعد كده في الطيور مغطى بالريش. هنا محاطة بإيه؟ بجلد مغطى بالشعر. طيب هنلاقي إن الأطراف بيكون لها أربع أطراف في الثدييات: خماسية الأصابع ومزودة هذه الأصابع إما بمخالب في بعض الحيوانات المفترسة مثلا، أو أظافر في بعض الكائنات اللي بتتحرك على أو زي الإنسان مثلا، أو موجود في حوافر زي الحيوانات اللي هي أكلات العشب، أو أخفاف للخف يعني زي الجمل وكده. فبيختلف إيه؟ من بعض الأصابع مزودة بهذه الزوائد. طيب من حيث التنفس هنلاقي ان كل الثدييات بتتنفس الهواء الجوي عن طريق الرئتين. خلاص الرئتين. حتى الثدييات اللي بتعيش في المية برضو بتنفس عن طريق الرئتين. ما يميز الثدييات ان الاسنان بتكون متباينة يعني مختلفة. لكن لو جيت تبص مثلا الاسنان في الاسماك هتلاقي تقريبا كلها شبه بعضها، مقدرش تميز بينها الا من حيث الحجم، مثلا دي طويله شويه دي اقصر دي كده. نفس الكلام بالنسبه للزواحف اللي فيها اسنان، هنلاقي ان ايه الاسنان كانت متشابهه، لكن هنا الاسنان مالها متباينه يعني مختلفه. منها ما هو قواطع، دي اللي بتكون عريضه وفي مقدمه الفم، ومنها انياب دي اللي بتكون على جانبي القواطع، واخيرا الضروس دي اللي بتكون للداخل عشان تطحن الايه الطعام. وطبعا الاجناس هنا تكون منفصله والتلقيح داخلي. الاجناس المنفصله دي في الارقى، وبرده التلقيح الداخلي في الارقى. هنجد ان الاجناس هنا معظمها ولود، ما قلناش كلها لان هنشوف في حاجات كده ايه مش ولوده. يبقى معظمها ولود ولها اثداء، هذه الاثداء بتفرز لبنا لارضاع الصغار، وده سبب التسميه انها ايه ثدييات. وهتصنف الثدييات الى ثلاث طويفات حسب برضو درجة رقيها او اختلاف بعض الصفات، الى ثلاث طويفات. هنشوف كده مع بعض الطويفات. اول طويفة اسمها طويفة الثدييات الاولية. خلاص. والطويفة الثانية طويفة الثدييات الكيسية او احيانا يسموها الجرابية. والطويفة الثالثة طويفة الثدييات المشيمية او الحقيقية. طب لو جينا نتكلم عن طوائف الثدييات الاوليه هنلاقي ان هي لا تلد، بالرغم من انها ايه ثدييات. امال حطيناها ثدييات ليه؟ شوف كمان لا تلد وايه، ولكن تضع بيضا وترقد عليه. طب مين اللي بيضع بيض وبيرقد عليه؟ يبقى لاحظ ان الصفتين دول اهو دي من صفات طيور. ماشي؟ من صفات الطيور. ولكن نشوف بقى بقيه الصفات، هنجد ان هي بترضع. الله، لا تلد ولكن ترضع.
يبقى بترضع الام صغارها لبنا يسيل من غده، هذه الغده بتكون فين؟ على البطن، غده ثديه على البطن. يعني اذا خلاص دي يعتبر صفه ثدييات اساسيه. كمان هنجد ان الجسم مغطى بالشعر، الجسم هنا مغطى بالشعر، يعني مش مغطى بالريش زي الطيور، لذلك لا يمكن اعتبارها ايه؟ طيور. لكن بعض الناس بيعتبروا ان هي حلقه متوسطه كده، وسط ما بين الطيور والايه؟ والثدييات. وبنقول ان ما يميزها برضو ان لها فتحه واحده تسمى فتحه المجمع، مجمع لاخراج البول والبراز والبيض، يعني ما فيش اي مشكله في ان الثلاثه يخرجوا من فتحه واحده اللي بنسميها فتحه الايه؟ المجمع. طب من امثله هذه الكائنات كائن اللي هو خلد الماء، او بعض الناس سميه خلد الماء، و او بنسميه منقار البط، او بنسميه البلاتيبوس، كل دي اسامي مختلفه لنفس الايه؟ الكائن. وفي مثال تاني اللي هو قنفذ النمل، قنفذ الايه؟ النمل، ده غير القنفذ العادي، خلي بالك في قنفذ الايه؟ النمل، او بنسميه احيانا اكل النمل الشوكي، لان يعني جسمه مغطى بالايه؟ بالشوك شبه القنفذ. وادي الشكلين قدامنا، لاحظ ان ايه؟ ان نشوف المنقار هنا في خلد الماء شبه منقار البط، هنا نفس الكلام اهو، المنقار بيشبه منقار البط، ده غير القنفذ العادي، ولكن ان كان الشكل شكله شبهه، ولكن الصفات مختلفه وزي ما احنا شايفين. يبقى ده كده، لذلك سميناها طويئفه الثدييات الاوليه، اللي هي بدايه تكوين الثدييات حقيقيه. طيب في مجموعه ثانيه هنسميها طويئفه الثدييات الكيسيه او الجرابيه، هي نفس المعنى كيس او جراب، وهنعرف السبب دلوقتي. بنقول انها بتلد صغار، يعني دي بقى ايه؟ بتلد، لكن اللي قبلها كانت لا تلد، ودي بتلد صغارا غير مكتمله التكوين، لذلك وضعناها في طويئفه لوحدها. وبترضع الام صغارها من اسداء داخل هذا الكيس الخاص اللي موجود اسفل ايه؟ البطن، تحتفظ فيه بالجنين حتى يكتمل نموه. يبقى من امثلتها الكنغر او الكنجارو، عامة هو ايه؟ نسينا ننقل الصوره بتاعته، ولكن معروف شكل الايه؟ الكنجارو، ان في كيس في اسفل البطن او الجراب، ده بايه؟ بيحتفظ فيه الكائن بالصغار حتى يكتمل ايه؟ نموها داخل هذا الكيس، وبعد لما يكتمل نموها تخرج من الكيس وتمارس حياتها العاديه. اما بالنسبه لطويئفه الثدييات المشيميه، ودي اخر طويئفه، المشيميه او الايه؟ او الحقيقيه. دي بقى الثدييات الحقيقيه، ودي بتلد صغار مكتمله التكوين، ليه؟ لانها بيكتمل نمو الجنين داخل رحم الام، يعني اذا في الرحم، والرحم متصل او الجنين بيكون متصل بمشيمه داخل الرحم، والمشيمه دي بتوصل له الغذاء، لذلك بيولد مكتمل ايه؟ التكوين. فعشان كده سميناها الثدييات المشيميه، لان فيها مشيمه بتغذي الجنين. وبترضع الام صغارها لبن من ايه؟ من الاثداء في منطقه الصدر، هنا كانت الاثداء في منطقه البطن. طيب من امثله الثدييات المشيميه، طبعا بكل الامثله اللي احنا عارفينها دي بقى ايه؟ اللي بتلد وترضع الصغار، وعلى راسها الانسان، تمام؟ هتلاقي ان كل التفرعات دي كلها كائنات ثدييه او ثدييات، الام بتلد الصغار وبترضع الايه؟ الصغار. هنقسم بقى طوائفه الثدييات الحقيقيه او المشيميه الى عده رتب، والرتب دي هناخدها واحده واحده ونشوف اهم ما يميز كل رتبه منها. فاول رتبه بنسميها رتبه عديمه الاسنان، من الاسم كده واضح لا يوجد لها ايه؟ اسنان، بس مش كلها بقى، بنقول بعضها عديم الاسنان، والبعض الاخر فقط بس اسنانه الاماميه فقط، اللي هي بيبان كانه عديم الايه؟ الاسنان. فهنضم دول كلهم مع بعضهم في رتبه واحده اللي هو رتبه عديمه الايه؟ الاسنان. ودي طبعا عديمه الاسنان، وبالنسبه للحيوان الاسنان ده حاجه مهمه كوسيله هجوم او على الاقل دفاع. فبالتالي دي الكائنات دي هتدافع عن نفسها ازاي؟ ان بعضها لها مخالب قويه وملتويه، يعني شكلها مرعب بالنسبه لاي كائن يقرب منها. مخالب طويله وقويه وملتويه، تبدو كانها يعني ايه؟ حيوان مفترس، مع ان هو بس عايز يعيش بس في وسط الكائنات وخلاص. من امثله هذه الكائنات المدرع اللي هو اللي قدامنا ده، او بنسميه الارماديلو، وده يعني لما بيحس بخطوره كبيره عليه بيتكور على نفسه، والجزء الدرع الخارجي ده بيكون صلب جدا، بيتكور الديل بيدخل لجوه، والارجل والراس نفسها بتدخل جوه، وبعمل زي كوره كده، عشان كده يسموه المدرع، والجدع يقرب منه بقى ولا تقدر تاخد منه حق ولا بطل، تمام؟ هتشوطه كده يمين شمال، هو كوره. ومن امثله الكائنات دي الكسلان، بمخالب قويه ولكنه حركته بطيئه جدا وسهل الافتراس، يعني يكاد يكون قرب ينقرض من كثر ما بياكلوه.
اكلة الحشرات دي الرتبة التانية، واضح من اسمه برضو انها بتتغذى على الحشرات، وبالتالي لازم يكون عندها ايه؟ قدرة على اصطياد الحشرات. طب هتصطادها ازاي؟ ان الاسنان بتمتد، اسنانها بتمتد الامامية في الفكين، يعني في الفك العلوي والفك السفلي. يعني مثلا ادي اسنانها اهي من الفك العلوي واسنانها اهي من الفك السفلي، بتمتد هذه الاسنان على شكل ملقاط، يعني بيمتدوا كده، وبنبص لهم بالجنب كده هتلاقي زي الملقاط كده، يصطادوا مين؟ الحشره، للقبض على ايه؟ الحشره، بتشبه الملقاط للقبض على الفريسه او الحشره اللي بتغذى عليها يعني. وهنلاقي ان هي ايه؟ من امثلتها القنفذ. يبقى لاحظ ان شكل القنفذ، شوف الفم هنا عامل ازاي؟ فم عادي مش بقى ايه؟ شبه منقار البطه. يبقى هنا ايه؟ ده الفرق ما بين القنفذ العادي والقنفذ الايه؟ النمل اللي هو اكل النمل الشوكي. يبقى ده يعتبر من اكلات الحشرات. طب بالنسبه بقى لاكلات اللحوم، طبعا هنلاقي ان ليها انياب طويله ومدببه، دي الانياب اللي في الفم، والضروس الاماميه كمان بتكون حاده، والخلفيه بتكون عريضه وطاحنه، ولها مخالب قويه وحاده وملتويه، طبعا عشان الامساك بالفريسه، لما تمسك الفريسه ما بتسيبهاش، المخالب بتكون غرزت في الفريسه خلاص. ومنها طبعا زي ما احنا عارفين الاسد والنمر والذئب والثعلب والكلب وسبع البحر والقطه، طبعا باشكالها المختلفه تعتبر من اكلات الايه؟ اللحوم. طب اما الحيوانات الحافريه فدي الرتبه رقم 4، يبقى دي الحيوانات الايه؟ الحافريه. واضح من اسمها كده اللي فيها ليها حوافر، بس هنقسمها الى قسمين. في حيوانات حافريه فرديه الاصابع، يعني كل الاصابع ماسكه بضاعه حته واحده، ودي بتكون حيوانات اكله الايه؟ للعشب، ولها عدد فردي واحد من الايه؟ من الاصابع، لكل منها حافر قرني، يعني حافر صلب، واسنانها بتكون كبيره الحجم. يعني تخيل كده شكل اسنان الحمار مثلا او الحصان، يبقى الاسنان الاماميه بتكون كبيره الايه؟ الحجم، ومتكيفه لطحن الطعام، ودي بتكون زي ما قلنا حيوانات اكله لايه؟ للعشب. طيب زي الخيل، طب احنا قلنا فرديه الاصابع، لو جينا نبص لرجل الخيل، بص لرجل تحت كده هتلاقي انها كتله واحده قرنيه، زي كانها اصبع واحد، مش مشقوق او اثنين او كده، لا كتله ايه؟ واحده، لذلك بنسميها فرديه الاصابع، زي الخيل زي ما قلنا الحصينه يعني، والحمير والحمير الوحشيه والخرتيت بنفس الايه؟ المواصفات. اما القسم الثاني من الحيوانات الحفريه اللي هي الرتبه رقم 5، دي بنقول عليها زوجيه الاصابع. دي بنقول لها عدد زوجي من الاصابع، ويغلف كل اصبع منها حافر قرني، كل اصبع حافر قرني لوحده، زي مثلا الابل، هتلاقي ان الابل الرجل نفسها مشقوقه بالشكل ده، هذه واحده مثلا اثنين، وليها من تحت بيكون فيه خف عشان تستخدمه في ايه؟ ان الرجل تكون عريضه من تحت عشان لا تغوص في رمال الصحراء. فدي منها الابل والاغنام، بس الابل ما عندهاش الاغنام بقى ما عندهاش الخف، يبقى بتلاقي ان الرجل فعلا كان ايه؟ الاصبع مشقوق كده حتتين، وموجوده في الزرافه وموجوده في الغزلان، كل دي ايه؟ بتعتبر زوجيه الاصابع. الرتبه رقم 6 اللي هي رتبه الحوتيات او رتبه الحيوانات الحوتيه، ودي بتكون حيوانات مائيه واغلبها ضخمه في من حيث الحجم، وبتعيش في البحار والمحيطات نظرا لضخامتها، وعايزه يعني ما ينفعش تعيش في المياه الضحله اللي هي القليله، فبتعيش في البحار والايه؟ والمحيطات. والطرفين الاماميين، خد بالك بقى من التحورات اللي حصلت فيها، يبقى الطرفين الاماميين تحور الى مجاديف لتستخدم في العوم، وتلاشت الاطراف الخلفيه، والاطراف الخلفيه ما عادش موجوده. ادي الاطراف اللي بنتكلم عنها اللي هو الطرف ده، والطرف اللي قصاده الناحيه الثانيه، وده نفس الكلام، هذا طرف وده الطرف اللي قصاده الناحيه الثانيه، بيكون الناحيه الثانيه. فدول الطرفين الاماميين اللي تحوروا على شكل ايه؟ مجاديف، مجداف اللي هو بيستخدموه في القارب عشان يعوموا بيه، فده برضه بيستخدموه في السباحه، وده بيستخدموه في ايه؟ في السباحه. انما في هنا الاطراف الخلفيه مفيش. يبقى مفيش اطراف ايه؟ خلفيه، تلاشت لعدم الحاجه اليها طبعا. والاجناس بتكون منفصله، يعني الذكور ذكور، الاناث اناث، والاناث هنا بتلد، يعني عشان كده قلنا من الثدييات، وكمان بترضع صغارها، يعني صفتين اساسيتين هم. ولو احنا قربنا قوي من الكائنات دي هنلاقي ان عليها شعر ولكن خفيف، يعني برضو الجسم المفروض مغطى بايه؟ بالشعر، وطبعا بتتنفس بالرئتين الهواء الجوي خلاص، يعني ما هياش بتنفس بالخياشيم زي الاسماك، لذلك لا يمكن اعتبارها ايه؟ اسماك. وبنلاحظ كمان ان الاسماك العاديه الذيل فيها بيكون ايه؟ راسي كده، تمام؟ يبقى ده الذيل اهو بيكون راسي، لكن هنا الذيل ماله؟ افقي، زي ما احنا شايفين في الحوت او الدولفين، يبقى بنقول ايه؟ ان مروحه الذيل، الحته العريضه في الذيل، بنقول عليها ايه؟ افقيه، خلاص. والامثله عندنا زي ما احنا شايفين الحوت
والدولفين، دولفين والظرفيل. طيب الرتبة رقم 7 اللي هي القوارض، ماشي، دي بنقول لها زوج من القواطع، القواطع الأمامية طبعا، يبقى لها زوج من القواطع في كل من الفك العلوي والفك الايه السفلي. زوج يعني لان الفار عنده سنتين فوق كده وتحتهم سنتين تحت في الفك السفلي بالشكل ده، يبقى دي القوارض. وهنلاقي ان القواطع الاماميه دي بتكون حاده تشبه الازميل، الازميل بتاع النجار اللي بيحفر بيه في الخشب، فعشان كده هي برضو بتستطيع انها تقرض الخشب وتحفره. والذيل بيكون طويل والاذن صغيره، دي اهم مميزات مين؟ القوارض. وادي ايه الاخيره الارنبيات. يبقى القوارض في عندنا ايه مثال القوارض اللي هي زي مثلا الفار، وفي الفار طبعا اللي هو الصغير اللي بيكون موجود في البيوت خلاص، لكن في الجرز اللي هو ايه الجرزان اللي هي الكبيره شويه اللي ممكن انها ايه تلاقيها في الشوارع او في الاماكن اللي هي فيها زباله او كده، وده اللي احنا بنسميه ايه الجربوع او اليربوع، اللي هو بيكون الارجل الخلفيه ايه طويله شويه والاماميه بتكون قصيره خلاص. اخر حاجه بالنسبه لنا اللي هو الايه الارنبيات مع القوارض، في لسه كمان طوائفتين اسف او رتبتين. فالارنبيات بنقول لها زوجين من القواطع، زوجين من القواطع، لكن هنا كنا بنقول زوج واحد من القواطع بس، دي زوجين في الفك الايه العلوي وزوج واحد بس في الفك السفلي. يعني مثلا ايه زوجين في الفك العلوي ادي 3 4 وتحت بيكون في ايه 2، ده في الارنبيات ماشي. والذيل كان في القوارض طويل، هنا الذيل قصير، وكان في اذن صغيره، هنا اذن طويله في الارنبيات. وادي ايه شكل الارنب عشان تقارن بينه وبين الرتبه اللي قبله. طيب نشوف بعد كده ايه اخر ثلاث رتب اللي هي رتبه الايه الخفاشيات او الحيوانات الخفاشيه. ودي بنقول اطرافها الاماميه حدث فيها تحور ومتحوره على شكل ايه اجنحه، حيث استطالت اصابع اليد من الاصبع الثاني وحتى الاصبع الخامس، يعني الاول مش داخل معانا خلاص، فهنلاقي ان ايه اللي هو اللي ظاهر قدامنا ده الاصبع الاول اللي ظاهر في الصوره دي، لكن بقيه الاصابع الثانيه هتلاقي ان هي ايه الاصابع الثانيه دي داخله ايه في تكوين الجناح، وبينمو ما بين الاصابع وبعضها غشاء او جناح، اللي هو الجناح اللي احنا بنتكلم عنه ايه بيكون جلدي، يعني مش زي الريش زي الطيور، لا بيكون جلدي الشكل او جلد الملمس، وامتد الجلد من الجسم ما بين هذه الايه الاصابع، يبقى الجلد ده نفسه امتد من الجسم اهو وراح لايه للاصابع. يعني تخيل ان دي الايد طالعه من فوق اهي، الاصبع الاول مش معانا اللي هو فوق ده، من الثاني الثالث الرابع الخامس، دي بيكون فيها ايه بينمو بينها غشاء جلدي، وبيمتد هذا الغشاء متصلا بالجسم عشان يعطي مساحه اطول ليستخدم هذا الخفاش في عمليه الايه الطيران. ومعظم هذه الخفاشيات بيكون نشاطها ليلي، وزي ما احنا عارفين هي ايه يعني الرؤيه عندها ضعيفه، وبتستخدم الموجات فوق الصوتيه لتحسس طريقه في الظلام او الموجات الصوتيه. وده الخفاش او احد اشكال الخفاش، لان برضو في منه اشكال كتير وانواع كثيره جدا. بقت الرتبه رقم 10 قبل الاخيره اللي هي الحيوانات الخرطوميه. وطبعا ايه واضح من اسمها ان لها خرطوم عضلي طويل، وبتنمو سنتان علويتان لتكون ما يعرف بناب الفيل. ده طبعا موجوده فين؟ في الفيل زي ما احنا شايفين، يبقى ده الخرطوم ودي الانياب بتاعته خلاص. اخر وارقى رتبه في الحيوانات عامه وفي الكائنات كلها عامه اللي هي الرئيسيات، ودي بتعتبر ارقى الثدييات، ولها زوجان من الاطراف، يعني زوجين علويين وزوجين من الاطراف، زوج علوي وزوج ايه سفلي، وسواء العلوي او السفلي بيكون خماسيه الاصابع، بس هنا بتتميز ان الابهام اللي هو الصابع الكبير ده بيكون بعيد عن باقي الايه الاصابع، زي مثلا اليد بيكون كده، ادي الاصبع الابهام وادي ايه بقيه الاصابع الاخرى، وهذا الشكل مش موجود الا في مين؟ في الرئيسيات فقط، يبقى ده الابهام اللي احنا بنتكلم عنه. طب ده يعني ايه فائدته بالنسبه لبقيه الكائنات الثانيه؟ ان هو ده بيمكن من التحكم في الامساك بالاشياء، زي ما احنا بتمسك قلم، بتمسك سكينه، بتمسك او اي واحد ماهر في صنعته بيتحكم في الصنعه عن طريق التحكم في هذه الحركه، لان ده عمودي على بقيه الاصابع الاخرى، فده بيمكنه من الامساك والتحكم في الاشياء بدقه.
وطبعا المخ بيكون كبير والجهاز العصبي بيكون ايه متطور في الانواع الراقيه. والامثله عندنا كثيره، القرود انواع القرود كثير، وفي الليمور ده حيوان الليمور اللي بين قدامنا ده، والغوريلا والشمبانزي والنسناس، وطبعا على راس هذه الايه الرتبه الانسان باعتبار انه ارقى الكائنات الحيه. بعد ما خلصنا كل الممالك المختلفة الموجودة في التصنيف الحديث للكائنات الحية، بعد ما خلصنا طائفة الثدييات وكده، بعد ما إن شاء الله خلصنا المنهج، وأتمنى إن احنا يعني نستمر مع بعض، وخاصة في الأسئلة التفاعلية اللي هي المفروض إن هي زيها من بنك المعرفة نحلها مع بعض، ودي إن شاء الله نعملها حلقة مستقلة لوحدها. وطبعا هتلاقوا فيه رابط تحت الفيديو ده هيدخلك على الشيتات اللي احنا بناخدها او الاسئله اللي احنا بناخدها، تعرف الاسئله وحلها ايه. وبرضو هقول لكم ان اي حاجه فاتتكم من القديم ندخل على اليوتيوب ونكتب قناه الاسكوله احياء اسعد مبروك، وان شاء الله نستمر معاكم باذن الله السنه الجايه في منهج الصف الثاني الثانوي ان شاء الله.